السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد تعرفون هذه الواجهة، هذه واجهة ميدجورني، البرنامج الشهير أو شرارة الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور. الكل بدأ يعرف هذا البرنامج وإيش ميزاته، أو هذا الموقع إيش ميزاته، إيش قوته في توليد الصور ومحاكاة الصور الواقعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي. اليوم أسوي منافسة بين أدوبي فاير فلاي وبين ميدجورني. أخذ وصف معين من ميدجورني، ألصقه في بالموقع أدوبي فاير فلاي، وأشوف هل يعطيني نفس النتائج. مثل النتيجة هذه هل تكون مشابهة، وهل يتغلب أدوبي فاير فلاي على ميدجورني أم لا؟ خلونا نشوف التقنيات الموجودة في الموقعين، وإيش نقاط الضعف وإيش نقاط القوة، وإيش ميزات موقع أدوبي فاير فلاي وإيش ميزات موقع ميدجورني. فرضا لا على التعيين، أخذ هذا الوصف اللي قدامي الآن، هل النتيجة تكون مشابهة نفس النتيجة أم تكون نتيجة مختلفة في أدوبي فاير فلاي؟ طبعا أدوبي فاير فلاي عشان تستخدمه لازم تكون مشترك في أدوبي بشكل نظامي، في أدوبي في كريتيف كلاود، يعني عندك حساب رسمي. الآن أنا متواجد على الموقع، أو متواجد على الصفحة الرئيسية لموقع أدوبي فاير فلاي. طبعا هو إصدار تجريبي، لا زال تجريبي، لكن النتائج يعطيها جميلة جدا وقوية جدا. الآن لو أخذ أو ألصق الوصفة اللي أخذته من ميدجورني وأعطي أمر التوليد، وأشوف فعلا هل يعطيني نفس النتائج اللي موجودة على ميدجورني اللي شفناها قبل شوي أم لا. خلنا نشوف، ننتظر النتيجة اللي راح تكون تتولد. شوف النتيجة مختلفة، طبعا مختلفة تماما. أنا راح أقوم بحذف الستايلات اللي قمت ب اختيارها مسبقا، خلي ستايل مختلف، أعطيه إنعاش أو إعادة توليد، ونشوف النتيجة اللي يعطيني إياها. طبعا أكيد راح تكون نتيجة مختلفة نوعا ما. هذا النتيجة، هذه نتيجة ميد جونري. خلينا نشوف أدوبي فاير فلاي، نشوف النتيجة مختلفة، يعني لأن الوصف الموقع يفهم الوصف شيء مختلف. لو أروح أخذ مثلا من الأنماط الموجودة، أعطاني نتيجة مختلفة نوعا ما، لكن ما وصل للنتيجة اللي هي هاي النتيجة. طبعا خلينا ناخذ صورة ثانية، ممكن ما فهم هو الوصف المعين الموجود أو الشخص اللي كاتب الوصف يختلف عن هذا الوصف. الآن يعد نفس الوصف. طيب خلونا ناخذ البناء، هذا الوصف، هذا البناء باللغة الإنجليزية. ناخذ هذا الوصف ونشوف هل يعطيني أدوبي فاير فلاي نفس النتيجة أم لا. طبعا راح أغير الموديل، أختاره فن معماري، فن وأمر التوليد، ونشوف هل يعطيني نفس النتيجة أم لا. لحظة، النتيجة اللي أعطاني إياها جميلة جدا صراحة، جميلة جدا وواقعية، واقعية وقوية. أعطاني 4 نتائج مذهلة ورائعة جدا صراحة. نشوف النتيجة الموجودة، شوف النتيجة الموجودة هذا المكان في ميدجورني، ونشوف النتيجة الآن موجودة على أدوبي فاير فلاي. لاحظ أن نتيجتي متشابهات، لكن نشوف أدوبي فاير فلاي معطيني ستايل مختلف عن ميدجورني. نشوف هنا ستايل البناية مختلف طولي، وهنا لاحظ أنه اللون مشابه، اللون مشابه، ولكن ستايل البناية مختلف تماما، مختلف تماما. لو أعطيه إنعاش أو مثلا أختار نمط ثاني، مثلا ننزل الأنماط، هنا طبعا تقدر تختار لون معين، لون بارد، لون حار، تتغير الإضاءة، تتحكم في الإضاءة، الإضاءة الخلفية، الإضاءة مثيرة. خلينا ناخذ إضاءة مثيرة ونشوف، نعطي أمر التوليد وننتظر نشوف يعطينا نتيجة مشابهة أو لا. أعطاني نتيجة مختلفة نوعا ما، لكن بإضاءة. شوف الإضاءة اللي طلبتها منه، إضاءة خلفية، شوف الإضاءة، أعطاني إضاءة من خلف للبناية. فيعني شيء جميل، تقدر تتحكم إنه فينا الجميل في أدوبي فاير فلاي، تقدر تتحكم بأي شيء داخل التصميم، زاوية واسعة، عن قرب، خلفية ضبابية. مثلا نختار زاوية واسعة، لأنه تشوف لو تلاحظ في مديونين إن الصورة يعني واسعة جدا والمكان واسع للبناية. ننتظر نشوف أمر التوليد. طبعا أعطيته خيارين، شوف أعطاني بناية كويسة، هذه جميلة، هذه البناية، شوف أعطاني بناية قريبة من الستايل اللي موجود في ميدجورني، قريبة منه. طيب أروح الآن على ميدجورني وأخذ الوصف الثاني، هذا الوصف الكرتوني الأنمي. خلينا نشوف يعطيني نفس النتيجة أو لا. احنا نحاول نجرب ونشوف النتائج هل تكون مشابهة أو لا. بس أعطيته أنمي، وراح أختار مودلز كرتوني من المودلز، هذا في رقمي، يعني اختيار رقمي، رسم بياني، أو نخلي رسم بياني. طبعا نفس اللون، هو اعطاني شيء واقعي، يشوف اعطاني صورة مختلفة واقع، لانه ما اخترت كرتوني. لو اختار الان
اروح اشوف ثيم معين. هو اعطاني الان شيء واقع، مثلا معلم مع تلميذ، وهنا لو اروح هنا شوف هنا معلم مع تلميذ لكن بشكل كرتوني. راح اخذ هنا نوع او فن كرتوني، خلينا نشوف فن. الان يعطيني نفس الستايل، ستايل واقعي، شوف ستايل واقعي، ستايل واقعي لكن يعني هو شبيه بال3D وشبيه بالرسم لكن مو على شكل كرتون، لكن جميل نوعا ما. لو اختار مثلا هذا الامر اللي هو بينتينج، نشوف ايش راح يعطيني. نفس الستايل، اعطاني اشكال مختلفة، شوف النتيجة، اعطاني طبعا نتيجة واقعية. روح على مدينة شوف نفس الوصفة اخذته لكن هنا بستايل كرتوني، هو محدد ستايل معين. يعني لو راح انزل اخذ هو، شوف الان مكرر نفس الستايل بطريقة مختلفة، يعني معدل على ستايل هنا 4K. شوف هنا ايش كاتب، طبعا هو نفس الشخص اللي مدخل النص. لو انزل تحت مثل القطة، لو اخذ امر القطة او الوصف للقطة واطبقه على ادوبي فاير فلاي، نشوف النتيجة هل يعطيني نفس النتيجة او مختلفة. لو اروح الصق نفس الوصف اللي في ميدجورني ونشوف النتيجة. رهيب 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 رهيب، جميل جدا صراحة، يعني قريب من الصورة. شوف هاي الصورة، يعني في تشابه كبير، نشوف الخلفية والشكل ولون القطة مشابهة جدا للقطة الموجودة في ميدجورني. وأعطاني 4 ستايلات مميزة صراحة، كلها شبيهة بالوصف، يعني نفس الوصف بالضبط، خلفية وعزل للخلفية والتركيز على العنصر أو التركيز على القطة وعزل للخلفية. لاحظ العزل للكاميرا، يعني عزل رائع جدا وفائق الجودة، وألوان نفس الألوان الموجودة في ميدجورني. لاحظ أن الموقع يعني يعطيني نتائج مشابهة، واختلاف فقط في نوعية الستايل. مثلا إذا غيرت ستايل معين، اخترت انمي أو شيء، لازم تختار أنت الستايل المعين، لكن بشكل عام للآن النتائج جيدة بين الموقعين، ما في اختلاف. يعني الموقع يعطي نتائج مختلفة، لكن أنت في ميدجورني لديك الكثير من المودلز تقدر تختارها، فأنا ما أقدر أصل للمودلز اللي مختاره هذا الشخص لأني ما يدخل في الموقع مسجل دخول عشان أصل للنتائج هذه، فقط الجنرال يعني المكان العام اللي تنشر فيه الأوامر أو الصور اللي تتشارك، يعني يشاركها ميدجورني للعامة. طبعا هذه الصورة يعني نوعا ما عن خلونا نشوف ستايل ثاني. أنزل تحت، هذا نفس الشخص يعيد نفس القطة، شوف أعطاني نفس النتائج الموجودة في القطة، أعطاني النتائج هنا نفسها بالضبط، ما في شيء يختلف في أدوبي فاير فلاي. لاحظ هذا الوصف مختلفة، طبعا ستايل هنا شبيه بالستايل الموجود اللي قبل شوي ولدناه. نروح الآن ألصق نفس الستايل وأجرب، أعطيه أمر جنريت، نشوف هل النتيجة تكون مشابهة. طبعا اخترت إضاءة خلفية وتركيز ونوع رسم رقمي، تمام، وديناميك لايتنج، شوف النتيجة مذهلة جدا صراحة، عجبتني نتيجة أدوبي فاير فلاي، النتيجة أقوى وأكثر واقعية من نتيجة ميدجورني. شوف النتيجة مذهلة، نتائج مذهلة، ثلاثية الأبعاد. لو روح لميدجورني شوف في تقارب نوعا ما في الصورة، لاحظ الصورة الأولى والصورة الثانية في تقارب بين الصورتين، لكن نشوف أدوبي فاير فلاي نتائج أكثر دقة وأكثر قوة، نتائج حلوة صراحة. لو انزل اخذ وصف ثاني، هنا طالب منه لوجو للاسد. الان لو اخذ وصف هذا الطفل، انه هذا الوصف اشوف هل فعلا الشخصيات يتجسد لي بالشخصيات بطريقة واقعية نفس طريقة ميدجونري. كتبت له الوصف الموجود في ميدجونري، طفل بعمر 12 سنة يكون سعيد مبتسم. خلنا نشوف النتيجة، طبعا فوكس يعني تركيز على الولد، والخلفية تكون معزولة. هنا طالب منه جميل نوعا ما لكن مو بالواقعية الموجودة في ميدجونري، شوف الواقعية موجودة في ميدجونري. طبعا لو أخذ من الستايل هذا الموجود ونجرب نشوف هذا الستايل هذا يعطيني نفس النتيجة، نفس الألوان، نفس تداخل الألوان، نفس الدمج، نشوف هل يعطيني نفس النتائج. راح أغير في الموديل، راح أحذف الموديل الموجود هذا وهذا وهذا، خلي فقط آرت رسم رقمي وأعطي أمر التوليد. طبعا أودوبي فايرفلاي فيه مميزات كثيرة، فيه توليد النصوص، فيه توليد تقدر تستفيد منه بأكثر من شغلة،
كذلك مديجورني. شوف النتيجة طبعا أعطاني، النتيجة اللي أعطاني إياها نتيجة مقاربة لموقع ميدجورني، نتيجة مقاربة الموقع ميدجورني، لكن هنا في ولد أو في شخص هنا واقف، وطبعا هنا ما أعطاني شخص واقف. شوف النتيجة ما أعطاني شخص واقف، لكن نفس الرقم ونفس الرسم ونفس الديزاين ونفس الطبيعة الموجودة ونفس الألوان، ما في شيء يختلف، تقريبا مقاربة. هذا بشكل عام الوصف بين أو الـ هذا بشكل عام الفرق بين ميد جونري وبين أدوبي فاير فلاي. نشوف النتائج اللي شفناها ونشوف الأشياء. طبعا هذا ميد جونري وهذا ميد جونري وهذا أدوبي فاير فلاي. هنا يعطيك الصورة، تقدر تأخذها عريضة، تقدر تأخذها أفقية، تقدر تأخذها طولية. هذا الجميل في أدوبي فاير فلاي. وكذلك تقدر تأخذ مودلز كثير وتختار اللون، النغمة والألوان تتحكم فيها. طبعا ميد جونري هو أكثر شمولية، لأنه أصلا ميد جونري هو موقع متخصص، وهو أول موقع متخصص بالذكاء الاصطناعي، لذلك فيه شمولية أكثر. لكن النتائج اللي أعطانيها أدوبي فاير فلاي لا تقل جودة ولا تقل احترافية عن موقع ميد جونري، ما تقل أبدا. حتى في الآن مواقع كثيرة منافسة لميد جونري وشبه ميد جونري تنافس ميد جونري وبشكل مجاني. والجميل في أدوبي فاير فلاي يعطيني أشياء مماثلة ونتائج مماثلة لو أطلب منه أشياء معينة، مثلا هنا التعبئة التوليدية، يعطيني أشياء يعني منافسة وأشياء إضافية على ميد جونري. مثلا هنا أقدر أعدل الصورة وأقدر أولد شيء معين، هنا أقدر أضيف وصف معين للتوليد، مثلا أضيف شخص معين في هذا المكان أو حديقة معينة، يعطينيها بشكل مباشر. بس أعطي أمر جنريت راح هو يبدأ يولد أصلا، و يعطيني خلفية معينة أو يغير الخلفية، فيعطيني أكثر من شيء لو أريد أغير. شوف هنا غير لي الخلفية، لو أعطي أمر جنريت الآن هو راح يولد لي خلفية مختلفة عن الخلفية اللي كنت أنا مشتغل عليها قبل. فهذا هو الجميل في أدوبي فاير فلاي، يعني يعطيك ميزات. والجميل فيه إنه هاي التصاميم ظل مخزنة عندك في كلاود الخاص بك. على شوف غير لي الخلفية، نفس أمر جنريت في اللي الموجود في الفوتوشوب الجديد. طبعا فيه مميزات كثيرة لا يسعفني أن أشرحها الآن، لكن أدوبي فاير فلاي النتائج اللي فيه رهيبة جدا، وأكثر يعني ما أقدر أكثر قوة من ميد جونري، لكن القوة اللي فيه ما يستهان بها. وهذا إصدار يعني بيتا تجريبي، وتم دمج الإصدار هذا أو النتائج هاي والتقنيات هاي تم دمجها مؤخرا في الفوتوشوب، وشفنا النتائج المبهرة في الفوتوشوب لأدوبي فاير فلاي وأمر جنريت فيل اللي دمجته شركة أدوبي في الفوتوشوب. والكثير من الناس يعني صدموا وانبهروا من النتائج المبهرة اللي يعطيها أمر جنريت فيل الموجود في الفوتوشوب، ودمج أدوبي فاير فلاي في الفوتوشوب والنتائج المذهلة. طبعا هذا بشكل عام الشرح، إن شاء الله نكون جميعا استفدنا من هذا الشرح المبسط. ولا تنسى الدعم واشتراك في القناة ليصلك الجديد إن شاء الله، ومشاركة هذا المحتوى مع أصدقائك ومع المهتمين في المجال، ولتعم الفائدة وينتشر المحتوى. وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم. كان معكم مشعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.